السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في شرح درس جديد في مادة الرياضيات. هناخد دروس في الهندسة، هناخد تعريف ومفاهيم أساسية مع شوية نتائج مهمة كده. أول نتيجة عندي بتقول لي المستقيم المار بالمركز، أول نتيجة تقول المستقيم المار بمركز الدايرة. ماله بقى المستقيم المار بمركز الدايرة؟ وبمنتصف أي وتر فيها يكون عموديا على هذا الوتر. يبقى أول نتيجة بتقول المستقيم المار بمركز الدايرة وبمنتصف أي وتر فيها فإنه يكون عموديا على الوتر. دي أول نتيجة عندي. طيب تاني نتيجة يا شباب بتقول لي إيه؟ بتقول لي برضو المستقيم المار بالمركز عموديا على وتر فيها فإنه ينصف هذا الوتر، بينصف الايه؟ الوتر. ثالث حاجة عندي المستقيم العمودي على أي وتر في الدائرة من منتصفه، تمام، يمر بمركز الدائرة، بيمر بمركز الايه؟ الدائرة. معايا كده شباب؟ خد بالك عشان شوية النتائج دول هتستخدمهم كتير في معاك في ومكملين معاك في بقية الوحدة. طيب تعالى كده نشوف مثال بسيط على الكلام ده. لو جيت داني دائرة اهوت، عندي ده اسمه ألف ب، ده المركز ميم، هنا ده عمودي، ده بثلاثة سنتي، ده بثمانية سنتي، تمام. بيقول لي عايز طول نص قطر الدايرة، عايز طول نص القطر. لو انت بصيت انا عندي هنا ميم جيم عمودي على الألف ب، تمام، يبقى الألف جيم هيساوي نص الايه؟ الألف ب، خلاص. طب نصه هيبقى كام يعني؟ هيبقى أربعة سنتي. يبقى بالتالي انا اقدر اجيب نق اللي هو نص القطر اللي هو عباره عن ا م هيساوي الجذر التربيعي ل 4 تربيع زائد 3 تربيع هيساوي 5 سم، هيساوي يا شباب 5 سم. وبكده يا شباب نكون وصلنا الى نهايه درسنا، والى لقاء اخر في شرح درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.